شوف كان بغي تسف كيجي يقول اخوي سفيان راني ما عرفتش الشانس ما عمري سكت طوموبيل وعجبتني الخدمه ديال الريموك وبغيت نعرف واش انت البنات في ميريكان كيسوقوا الريموك. كنقول لهم راه علاش علاش حقرا راسك انت لا راه قولوا منين تعالوا راني كنتسابق راه انا كنتسابق انا والريموك. اللي تاقنت في الولايات شوف 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 ما شاء الله راك المغربيه حافظه تا البنات اللي كيتفرجوا فيها البنات اللي كيتفرجوا فيها هما هي مغربيه بحالكم عرفتي حنان انت دابا غنشد معاك اللايف حتى الصبح ما غنساليش بارك الله فيك وعامين وانا كنتسنى شي مغربيه تسوق الرموك تبان عندي في اللايف عامين شحال اخير وانا كنزوني عرفتي شحال وانا كنزوني عندك صيفط لك في الخاص ولكن الله يحسن عوانك راه تيجيوك الرسائل وشوف بزاف غنعقل عليك والله انا غندير لك سكرين شوت للسميه اختي حنان وغنولي نطلعك ديما في اللايف لانه كنت تصوري شحال من مغربيه كتسولني على الرموك اقسم بالله لا غتنقدي مئات المئات ديال المغربيات باغيين يديروا الرموك واخيرا مغربيه برافو عليك والله لك كنفرح فاش كنشوف مغربيه كدمر اش من ولايه انت دابا في اوهايو اكيد اوهايو اوهايو فين في دايتن لا اش لا من بلاصه هذا هيملتون هيملتون اوكي كنت تما دابا انت غير دايزه واقيله لا لا هذا البريك تايم احنا في الدار اصلا واو مرحبا مرحبا اختي حنان والله مرحبا بك بعدا شرفينا بمعرفه ديالك بارطاجيو اللايف اخوتي والله الا بارطاجيو هذا اللايف خاصو يتونغيجيستخا خاصو يبقى عند المغربيه كتسوق الرموك في ميريكان والرموك في ميريكان ما ساهلش ولكن المغربيه ديالنا انا بغيت باش نسمعك باش كنسمعك عندك البلوتوث واقيلا كونيكتي شي البلوتوث مع الرموك عرفتي باش تسوق الرموك في ميريكا راه ما ساهلاش والله ما ساهله هاي برافو عليك اختي حنان انا بشويه عليك فقلت لك راه انا صافي كاين في دابا الدار احنا كاينين في الدار دابا داكشي علاش خرجت للرموك باش نهضر معاك احنا دابا انت على بالساكن وصلتي للدار ساكنه في اوهايو ساكنين في اوهايو انا فين نخدم انا وراجلي خدامين تيم دابا انت وراجلك كتسوق الرموك خدامين تيم مغربي راجلك لا امريكي عرفتي باين القصه ديالك غادي تكون واعره ولكن قبل ما نوصلوا وكيفاش حنان كتسوق الرموك بغيت نعرف شكون هي حنان فوقاش جات الميريكان منين هي حنان اول شيء انا من كازا كازاويه كنت عايشه في تزوجت اردني وعشت في الاردن فتره كبيره 20 عام ما ومن شاء بعد الله داك الشيء مات وتزوجت واحد اخر عندي جوج ولاد واحد عمره 11 عام واحد عمره 13 13 تزوج امريكي باش جيت امريكان باش تصاوب الوراق وصافي تماما باش تماما شحال دابا وانت في امريكان 3 سنين 3 سنين يعني ماشي شي وحده 24 عام في امريكان يعني ما شاء الله مازال لا اذا قلت لك راه انا حفظت السي دي ال كنت كنكتبها بالعربيه او هذاك الشيء اللي بغيت نعرف لانه السي دي ال خاصك كيفاش بعدا حفظتي البارتيات ديال الرموك راه الرجال وكيوحلوا يا ما قلت لك البري تريب اصلا انا كنت كنكتبهم بالعربيه انا الانجليزي راه باقي لحد الان يعني ماشي بزاف كنهضر كنفهم وكل شيء ولكن بعض المرات راه كنحصل يعني خاص اللي واحد بغى يهضر معايا يهضر بشويه باش نفهمو شنو تيقول بيرفكت اوكي فهمتي برافو يعني سلكه كتبتهم بالعربيه البريتريب كله كتبته بالعربيه واذا كنت ما كنفهمش شي حاجه كنكتبها بالعربيه هي راه بالانجليزي ولكن انا كاتبها بالعربيه باش تكون سهله ليا تحفظيها دغيا تماما وحفظتها دغيا وخاياك تجيك شي لغه بحال الشينوا فاش كتكتبيها بالعربيه لا لا ما تقولش لك راه باقي عندي الكتاب الكتاب قلت مستحيل واش غنفرط فيه معلمه والله لا تبارك الله عليك اها باقي عندي الكتاب راه كاين عندي مارش فينا بلاصه هنا راه كاين والحمد لله وما سقطتش حتى في اكزام راه من اول من مره الدقه خدمت الاولى نجحتي فيه واو 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 عرفتي راه كنعرف الدراري يقراو معايا في المدرسه ثلاثه د المرات اربعه ومازالين كيعاودوا في بيرميد الرموك الراجل الامريكي سقط في البريتريب 5 مرات في واو البريتريب وفي الباركينج حتى هو سقط فيه 3 مرات انا ما سقطتش يعني انا وياك عندنا الزهر جبناه من الدقه الاولى بالدقه شوف راه انا غاديه الحمد لله غاديه عندي الحمد هدف انه لله انا باغي ناخذها باغي نجيبها فهمتي كنحفظ انه باش غادي ناخذها ولا معلوماتك راه يلاه خدي الجنسيه تماما تماما
وشحال وانت كتحفظي فيها حنان؟ شحال انت يعني في المدرسه؟ تقريبا شي شهر صافي شهر شهر وانا واحد. شهر وانا راه شهر، راه شهر تبارك الله، عندي ما يتسالك. انا بديت اول كل مره عطيتي لاطاك انت يوميا كتحفظي يوميا الحفاظه؟ يوميا كنطيب كنحفظ كنصوب كنحفظ كندير كل شيء كنحفظ يعني صافي هذاك الشيء ذوك الفيديوهات راه كاينين في اليوتيوب يعني كنبقى دايره في ما مشيت انه انا باغا نحفظ البريتريب باش ننجح باغا نحفظ وشكون اللي عطاك هاد الفكرة؟ شكون اللي عطاك هاد الفكرة ديال الرموكة حنان؟ راجلي يعني راجلي وانتي فاش طلعتي في الرموك، والرموك في الميريكان راكي عارفة طويل كبير، ما تخلعتيش؟ 53 اول مره صقت اول مره صقت بديت من انديانا غادي كنا لميرلاند هذه اول او مره انديانا في الاي 90. اوكي في الاي 90 80، يا ال 80 فاش كتفتح في الماريلاند. يا وسقتي من ويست فيرجينيا في دوك الجبال؟ صدقتو والثلج كانت يلا بدات الثلج صقت 8 سوايع اول نهار تنسوق وباقت لينا 8 سوايع ما شاء الله ما شاء الله. زيد لا زيد، عندي ودابا واحد جوج صحابي في ميريكان هنايا، يا ربي يكونوا كيتفرجوا في اللايف، خايفين من البيرميد رموكي من السوقان. عرفتي دابا منين طلعتي في اللايف دابا انت غادي ما غينعسوش هاد الليله هادي، يا ربي. الوقت ان شاء الله راه كل راجل يكون كان راه يقول لك هذه بحال راكبها جن انا راه كنبرك 9 سوايع صافي كنبدا ما كان وقفش حتى كان سالي 9 سوايع ما حتى كان وقف كتسالي ونورمالمون عندك 11 ساعه. هي عندي 11 ساعه ولكن كنشوف غير 9 ساعات لان انا وياه تيم فبعض المرات كنحقر عليه بعض المرات كيكون تريب ماشي طويل بزاف فهمتي كتكون باقي غير ساعه ساعتين فتنوقف الشركه زوينه اللي خدامين فيها غير هي الصالير شنو دايرين؟ كومباني درايفر. كومباني درايفر يا شحال عندك الاكسبيريونس دابا معاهم؟ دابا ولا عندي اون جينيرال، فوقاش ديتي السي دي اي؟ 7 شهور خديت سي دي ال خديتها تقريبا 2000 2020 ولكن كانت عندي مشكلة في الأوراق في الجرين كارد تعطلات على قبل كورونا فاش جات اوكي ومقفورة شنو داير الليز ولا داير الكومباني درايفر؟ لا كامباني درايفر وإن شاء الله راجلي غادي ياخده ربما في هذه الأيام اوكي وانت باغا تبقي خدامه هنا ولا تخدمي في شي خدمه احسن؟ لا تنقل لشي خدمة أحسن لأنه ما الساليري ديالي كان انا نسوق واحد السؤال، تبغي تخدمي راسك ولا خاصك تكوني مع راجلك لا لا ماشي مشكلة تخدمي الليز؟ ليش يس حسب شحال دايرين شو البرنامج انت شنو خدام الليز، الليز هو كرا بحال اللي كتكري عارفة عارفة انه عارفه الليز. يا عارفة البروغرام ديال جميع الليزات تقريبا كيتشابهوا، انه الا وقعت شي حاجه للرويضه ولا لقصتي الكاميو ولا مثلا هذاك الشيء ديال غادي غاده في الطريق وتفرقعات البنو، ولا مثلا يعني شنو اخر مثلا شي حاجه اللي انت درتيها انت كتكوني مكلفه بها كتخلصيها، الا وقع شي مشكل في الموتور ولا في تبدا تزيد داك الشيء. يعطوك على اللود اللود ان جينيرال شحال تيعطوك عليه يعني كل لود اللود، اللود انت المهم فاش كديري الليز انت اللي كتولي كتاخدي اللودات، يعني مثلا كتبقى بينك وبين بين ديسباشر الشركه، ما كتبقاش عارفك الشركه، كتعرفك غير انه في البي تشيك يعني كتخلصها الفلوس الكرا ديال الكاميو وداك الشيء الاخر والفيز ديالهم، والتباقي الاخر كيبقى لك في جيبك. يعني الليز ديما الناس كيضربوا ما بين 4 حتى 5 حتى 6 في السيمانه. العرض ديال الشركة اللي عندنا اللي خدامين فيها دابا انه كتعطي 5000 دولار وكيبقاو هما الديسباتش كيبقى كل شيء خدام مع الشركة كيعطيوك 80% على اللوط هما تياخدو دابا انتوما كنتو دايرين الليز ولا الكامباني؟ يعني الا كامباني كيديروا معاكم يا اما المايل لا ولا لا لا البورتاج. دابا كامباني دابا احنا كامباني ولكن العرض انه دايرينه مع راجلي شحال هذا هو كيفكر انه ما باغيش انه خمس كتدفع 5000 وبقصد التملك باش تعود ديالك من بعد عامين كيعود الرموك ديالك ولكن راه كيعطيوك 80% على كل لود كتاخده و20% كتاخد الشركه ال اوكي 80% بالنسبه للطبقه الاخرين كيبقاو يديروا معاك مثلا هاد اللود غادي مثلا من اوهايو لشيكاغو، ها شحال المايلاج وشحال مخلص؟ انت عجبك البلاص كتقول له اوكي نديه، ما عجبكش كتقول له عطيني هاد التقدا والتقدا باش نديه، الا ما بغاش كيلقى لك لود اخر سهل. لا
ديسباتش هو اللي كياخذ لك، لا هنايا الديسباتش هو اللي كياخذ لك يعني. حيتاش كومباني فاش كتكوني كومباني الديسباتش هو اللي كيديك، هو اللي لا كيوقف لا، لك حتى ملي الديسباتش. كدير ليس، حتى ملي كدير ليس من عندهم لا كيبقى لا، هاد الشركة كيبقى بحالك. اللي عندكم شركة ديالكم؟ لا كان شركات اخرين، شركات اخرين. لا انت يا الباص. لانه راجلي خدم في ترانزام، خدمت ترانزام، كان داير ليش ترانزام، متنا بالجوع. اوكي انا قلت لك حنان ان شاء الله فكري فيها، ولا بغيتي ديري ليز تواصلي معايا وانا غنعاود اوكي انت ان من شاء الله. غتسلم الله غادي يصيفط لك نمرتي و مرحبا مرحبا على الراس والعين، وجيتيني في واحد الوقيته مزيانه يعني. ان شاء الله غادي نشوفك ليز وغتولي غتخلصي مزيان، غتولي تعجبك شاء وخلصي الله. مزيان. باقي باركه، راه باقي عندنا وان ويك يعني، راه باقي نباركي. هو مزيانه اصلا، راه شيكاغو حداك يعني، دغيا دغيا. اوهايو فيها اللودات زوينين يعني، ديما انا لا كنجي اللودات مزوينين. ديالها بريكفورد، راه يعني شيكاغو، راه حنا مقيمين في شيكاغو، ايوا صافي يعني، راه شيكاغو الترمينال ديالها في ريكفورد، فاحنا تما ديال فين بقات. انا اللي عليا انا كيف قلت لك، انا ان شاء الله غادي غنحاول نعاونك في هذه المساله هذه ديال شركه احسن. ان شاء الله. انسوك واحد وتنشكر. السؤال اخر، مرحبا على الرسول. انسوك واحد السؤال اخر، دابا بزاف البنات هنا كيبقاو يسولوا، دابا البنات راه فرحانين لانك مغربيه كتسوق رمك. كاين اللي كيسول هنا الاسئله كيف كان قرات يسولوا، بغاو يعرفوا. انا تنحشم نسول السؤال ديال العمر، ولكن ما عرفتش واش من فاتحه تقولي لهم العمر ديالك ولا لا. لا لا عادي راه عادي، البنات اللي كيسولوا هذا السؤال، عرفتي بقيت لا نقولك عارفه كتسول عادي، السؤال عمري شحال في عمرها؟ 43 عام. لا لا 43 عام. هاي 43 عام، جاوباتكم. عندي جوج وليدات، شرفنا ماشي مشكلة. الا مازال مازال بالعكس مازال، والله لا مازال صغيرة. فنشكر كاين واحد السيد من المغرب تا هو تيسوق الرموك، راه هو اللي صيفط لي الهادي ديالتك، هو اللي صيفط تيسوق لي. البيرميد، تيسوق الرموك في المغرب. يا كيسوق في المغرب، راه هو اللي صيفط لي، سميتو اسماعيل الله يسهل عليه، هو اللي صيفط لي الباس بس ديالك ديال تحياتي خويا الكتاب، اسماعيل. الله يعمر هذا. وواحد صاحبتي حتى هي كتبعك، راه كاينه في مينيسوتا، كتموت عليك تتفرج فيك، تقول لي سير تفرجي في سفيان الرادري، تفرجي فيه تفرجي فيك. واخا الله يحفظك، شكرا لك بزاف والله، يسلمي لي عليهم بزاف بزاف. الله يسلمك، الله يحفظك على المحتوى اللي كتب فيه، راه واعر، راه دابا جوج مرات كنتفرج فيك. برافو شكرا بزاف لك والله، الله يحفظك، تحياتي لك. برافو. راه هادشي اللي تنقول البنات خاصنا نعاونوا بعضياتنا وصافي، هادشي اللي كنقول. واحد السؤال اخر، دابا كنتي مزوجه مغربيه حنان، كان غيقدر يعاونك ولا يشجعك دوزي رموك في نظرك؟ علاش لا ممكن. تظن ان مغربي يقدر يخليك دوزي بيرميد رموك وتسوقي بوحدك في الولايات؟ هو شوف، ما نعرف، ربما تتعتمد على المرأة. بالنسبة لي أنا، لأن السيد اللي كان قبل مني قبيلة، كان ماشي اللي قبل مني، اللي قبل قالك العيالات خايفين وهذا، راه لا العيالات رحنا قادرين، علاش لا؟ راه هادشي اللي تنقولها لهم، انا ديما تنقول لهم شوف راه المغربيات العيالات ديالنا حقا تيحقروا راسهم براسهم، عاودي لهم على العيالات الامريكانيات كيفاش كيسوقوا الرموك ديما. لا لا خطيرات صراحة، تما والله الا تيسوقوا تنقول لهم فين انا كاينين شي وواحد العاد. امريكانيات غاتيديروا لي فن، عرفتي كيمشيو طايرين. أول مرة كنت باقا كان يعني باقا كندرب وباقا خايفة، وحدة صاي صايقرموك دبل 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 صايقر دبل وغادو في دبل التكافل. تريلرز عرفتهم بجوج، تيكونوا يو بي اس ولا فيديكس هادوك؟ في ديكس كانت، وكتاكل فيديكس. وكتاكل صايقة او وكتاكل غادية بحال اللي غير كتلعب في الطريق. كتاكل، وانا بقيت كنشوف قلت له فهذه صايده جوج وكتاكل، وانا واحد وخايفه وميته لا غنفوق غنفوق. والله لا برافو عليك والله، لا تحياتي. غنفوق. دابا انت حنان، قبل ما تنقزي المهنة ديال رموك، شنو كان الخدمة ديالك؟ ولا شنو خدمتي في امريكا؟ انا واحد الحاجه نتفاهم عليها، اللي كتزوج اختلاط الجنسيات، او نسيت راحت لي كلمه المصطلح بالضبط، ملي كتزوج شي حد ماشي مغربي او ماشي عربي، شي حاجه ماشي زوينه يعني، صعيبه بزاف انك باش غادي تتاقلم انت وياه. ربما من ثاني نهار تكون قلب على خدمه، لان هذول لما كيقول لك ماشي مسؤوليتي، انت راه عندك ولادك، راه ماشي مسؤوليتي انا، خاصك تخدم، خاصك تدير، راك عارف هذا الشيء هنايا، خاصك تخلص البيت. فاول ما جيت لهنا كنت كنخدم يعني بحال دازت عليك شويه هذيك المعاناه وداك الصبر، وصبرتي شويه في البدايات، من طبيعة الحال، من طبيعة الحال ما ضروري. لقيتيهاش سهله يعني. انت الامريكاني اللي استقبلك ما ماشي شي واحد اللي يقول غير جلس ارتاحي لا ما في شي واحد ما غادي، او ربما احنا يعني، ما كان غير راسي ياك. ولا ربما احنا المغاربة نفسنا شوية حارة،
فهمتي؟ ربما احنا شويه حاره يعني كتجينا ثقيله، وبالنسبه لي كتجيني ثقيله نقول لي تعالى اعطيني او تعالى، وديجا انه انا عندي جوج ولاد فهمتي. جبتيهم معاك؟ اه جبتهم معايا. واو، يعني انا تنقول له، تنقول ما احنا دراري، يعني انا جيت بوحدي سيلي باطير دراسي ومازال لا صغير لا صعيبة وكنت قهرو، فما صعيبة. حرك مرا بولادها راه كيف، اه شنو الصعوبات اللي لقيتي بزاف في البيت ديالك؟ البيبي سيتر اللي باقي كنعاني معاهم لحد الآن، يعني المربيات اللي شكون غادي اللي غيقابلك وليداتك، غادي وكيفاش يقابلك غتخدمي، وكيفاش غتوكليهم وتديهم المدرسة؟ غتديهم المدرسة، وكيفاش انت غادي تسوق اوفر ذا رود كنبقى 3 سيمانات عاد كنرجع. شكون اللي كيقابلهم لك في 3 سيمانات؟ كتكون بيبي سيتر وكل مرة يعني كتخلصيها، كتخلصيها باش تجلس تما تقابلك وليداتك. اه من طبيعة الحال هي كتخلصها وهي كتخدم بنهار، باش نكونوا فاهمين، هي كتخدم بنهار وغير باش على قبل الليل، لأن ولدي عمره 13 عام، باقي القانون الولاية ما يقدرش يبرك بوحده، ما ينعش يعني بلي كينعسوا بوحدهم. لا باقي ما ينعش بوحده. لا هي كتجي على قبل باش تنعس هنا، أما بنهار ولدي عمره 13 عام يقدر يبقى بوحده، ولكن في الليل ما ينعش بوحده، هذا قانون الولاية، أنه فوق 14 عام عادي يقدر يبقى بوحده. واو، هذه ما كنتش عارفه هي تماما. يا اه وشنو يعني، هذا هو اكثر حاجه كنتي كتعاني منه؟ شي حاجه هذه اخرى مثلا في الخدمه في الاول، شكون اللي عاونك باش لقيتي الخدمه؟ راجلي عاوني بزاف الصراحة، راجلي عاوني بزاف على قبل الخدمة، ولكن باش نقول لك انه هو اللي تريناني هو اللي علمني. لا صافي راه ورموك ها هو دبري راسك، الا كنتي غتضربي شي حاجة ولا ما عرفتي شي حاجة فيقيك. حيتاش المغربي حنين شويه، احنا المغاربه حنان، يعني ما غايقولكش هذيك اللعبه ديال صافي جبتي ولاد قدي بيهم ولا شيء، يعني يقدر يقولك غادي جلستي يكون غير تشدي وراقيك و... لا، ولكن شوف كون ما دارش ليا بحال هكاك راه ما غاديش نتعلم، هذه باش تبان كيخليك تحملي انت كون ما دارش مسؤوليتك. بحال هكا اه يقول لك اوكي انا عطيتك الرموك، الا كنتي غتضربي شي حاجه ولا شي حاجه صافي وقفتي فيقيني، اما على شي حاجه اخرى لا فوقي، فهمتي انه كيزيدك. ولحد الان تتسوقي الليل ونهار، ما لا ما خاصك عنديش مشكله صافي. يعني ماشي ديك النوع العيالات اللي صافي راه عندي راجلي خدام انا واكله شاربه. لا 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 لا، لأن هذا مستقبلي ومستقبل ولادي شوية كبير، وكبير غير الله طبعا، الأعمار بيد الله، كنا حتى شي واحد ما ضامن عمره خصوصا في هاد المهنة. تبارك الله، عرفتي الدراري اللي والرجال اللي كيتفرجوا معانا حشمتيهم، وبقاو عارفين واش يمشيوا للكوزينه ولا واش. هذا بالعكس، شوف قول لي شوف راه كل واحد كيدخل في موقف راه كيعود راجل صحه. دابا انا انت دابا كتهضري وانا كنشوف ان راه تبارك الله باينه امراه قويه قاصحه، يعني راك دوزتي بزاف د الحوايج، وكان كنتفكر دوك المغاربه اللي بحالي جوجون ومازالين خدامين، يعني مثلا في شي ماكدونالد ولا شي بلاصه ميته، وتبقى يقولك ديما كاين غير تماره والخدمه قتلتنا تماره، انا غنرجعوا بحالنا للمغرب نشريو غير برطمه. تبقى تفكر هذوك اللي فهمتيني. شوف انا ما عنديش هذا الطموح، باش نقول لك ان طموحي ان غادي نرجع مستحيل، يعني ما كاينش غادي ترجع نهائيا، يعني في غادي ما تمشي. تقدرش ترجعي دابا انت تعيشي في المغرب، لا يعني ولادك بغيتيهم يكبروا هنايا. اولادي اردنيه، اولادي اردنيه آه، غادي يكبروا هنا غادي يكبروا هنا، ولكن غادي يكبر على تربيتي انا، على انا شنو ربيته، فهمتي؟ ولدي تمام، راه باغا يكبر هنا، باغاش ياخذ الطبايع ديالنا، انا باغا ولدي يكبر عربي، يكبر انه عارف طباعه، عارف شنو ليه وعارف شنو عليه، عارف رخصيصهم، عارف خصيصه اللي عارف بزاف، فهمتي؟ فراه ماشي غير انه انا خدامه في الريموت صافي، راه انا في ولادي، راه الكاميرا داري راه فيها 7 الكاميرات، يعني كتشوفيهم غير من التليفون كاع. راه النهار كامل راه يد في الستيرينغ ويد في الكاميرا وعيني في الكاميرا، مع 8 الصباح تبارك ومع الله 8 عليك، كنفيق، راه انا تبارك الله. كنفيق شوف حنان، حنان خوتي خليك معايا حنان، اللايف غير تقطع لي من بعد 30 ثانية، حيتاش دابا اللايف في السيستيم اه ديالو كل ساعة كيتقطع، اوكي خاصني نطلق لايف واحد اخر، انا غنولي نطلق دابا اللايف، هو غير تقطع لراسو وانا غنطلق لايف وطلعي معايا. صافي صيفطي ليا دابا، طيب راح اللايف. ولا شي حد اخر ماشي لا مشكلة. لا